سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير، ويلقاكم دائما الفيديو بأحسن الأحوال. البنات، اليوم غنقترح عليكم واحد المادة أو واحد الفيتامين أو واحد العشبة اللي غنية جدا بالمكونات الغذائية المهمة لصحتنا ولجسم الإنسان. فأنا مؤخرا كنعاني من تساقط الشعر، ومشيت لعند طبيب الجلد واقترح عليا بزاف ديال الفيتامين ولي شامبوان ومهم مجموعة من الأدوية. فانا بعد واحد البحث اللي في الانترنت وديكشي هذا، فانا جبت واحد الماده اللي عجيبه واللي الناس تقريبا بزاف يعني الاخصائيين ديال التغذيه ولا الاطباء يعني كيهضروا عليها. فانا اقترحت اليوم، قلت علاش لا نشارك معكم هذه الماده هذه من بعد ما بديت كنستعملها او لا كنشربها. فانا جبت لكم اليوم واحد كما كتلاحظوا واحد البروتينات او لا فيتامينات، مهم هي بزاف الحاجات يعني تقدروا انها تسمى بهم. هاد لاسبيرولينا، او لاسبيرولين، هي واحد الطحالب خضراء كتميل للزرقاء وكتعيش في المحيطات وكذلك في البحيرات اللي كتكون مالحة، ولكنها كتعتبر من تلك الأغذية الخارقة بشكل كبير لأنها كتحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان. وكما هو معروف فان الكثير من الاشخاص رجعوا كيفتشوا عليها يعني كيبحثوا عليها بشكل دائم لكثره الغنى ديالها بديك المواد هذيك اللي صراحه اللي جمعت تقريبا بزاف ديال المواد اللي غتنفعنا في الصحه ديالنا. فهاد لاسبيرولين هذه يعني كيقترحوها بزاف للشعر ولا السكر، الضغط، يعني بزاف ديال الامراض اللي يمكننا نستعملوا هاد لاسبيرولين هذه. فهاد لاسبيرولين غنيه بالعديد من المعادن باعتبارها كتعويض عن ما يتعرض له الشخص من سوء تلك الصناعات الغذائيه. فبالنسبه للتركيبه ديال هاد لاسبيرولينا هذه، كتعتبر الحبه الواحده من مسحوق سبيرولينا كتعادل حوالي 7 غرامات بشكل تقريبي من تلك الفيتامينات وكذلك من المعادن المهمه لجسم الانسان. فهي كتحتوي على نسبه حوالي 4 غرام من البروتينات وفيتامين بي 1 وكذلك فيتامين بي 2 وبي 3، وكتوفر لنا احتياجات الجسم ديالنا من النحاس والحديد، وكذلك كتحتوي على كميات من المنغنيزيوم والبوتاسيوم وكذلك من المنغنيز. فهاد لاسبيرولين هادي يا البنات عندها بزاف ديال الاستخدامات اللي كتعتبر مفيدة جدا لجسم الإنسان. ومن بين هاد الاستخدامات هادي أنها كتساهم هاد الحبوب في التقليل من الأعراض اللي كتكون مصاحبة لالتهابات الأنف، وكذلك كتقوم بتقليل نسبة الكوليسترول البناتية التي تكون ضارة بالجسم، وكذلك تقليل من نسبة الدهون الثلاثية الموجودة بالجسم، وكتقوم أيضا بحماية الجسم باش ما يوليش الكوليسترول الضار مؤكسد في الجسم الإنسان. كذلك كتحمي الجسم من التعرض لفقر الدم، فهي كتساهم بشكل كبير في زيادة القوة الخاصة بالعضلات، وبالتالي كتزيد من القدرة الخاصة بالتحمل، وكتساهم أيضا في التقليل من نسبة الإصابة بالسرطان وبشكل خاص السرطان اللي كيصيب منطقة الفم. كتساعد بشكل كبير على تنظيم المستوى الخاص بالسكر، يعني هذا بالنسبه للناس السكر يعني كتساعد لهم في تخفيض السكر في الدم، وايضا كتحمي الجسم من الاصابه بمشكل عصر الهضم، وكتساعد من تقليل من نسبه الاصابه بهشاشه العظام، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم هشاشه العظام فهي كتساعدهم تقليل من هذه الاصابه هذه. كتساعد عاوت بشكل كبير على تقوية الكليتين لأنها كتقوم بتنقية الجسم من تلك السموم التي اللي يمكن لها تكون متواجدة بداخل الجسم، وكذلك كتخلص الجسم من كافة الفضلات اللي كتواجد بها. وأيضا من بين فوائد هاد لاسبيرولين هذه أنها كتساعد على تقوية الجسم وبشكل خاص الأجسام الخاصة يعني اللي كيكونوا كيتريضوا برياضيين، وكتعمل بشكل كبير على تقوية الجسم، ثم كتعمل على تقوية جسم المرأة بشكل خاص المرأة الحامل، وكتساعد أيضا على تقوية الجنين
في البطن ديال الام ديالو، وايضا الاطفال الرضع كتعاونهم على الحصول على النمو اللازم، وبالتالي كتحميهم من التعرض للتشوهات اللي من الممكن انها تصيب الاجنه، وكتقوم بمساعده نمو المخ الخاص بالجنين، وكتعوضه ايضا او لا كتعوض الجسم ديالو كتعوضه بتلك العناصر اللي كتكون ناقصه في الجسم ديالنا. وايضا من بين الفوائد ايضا كتساهم بشكل كبير في تاخير العلامات الخاصه بالشيخوخه، وكذلك كتساعد على تاخر العلامات اللي كتدل على تقدم السن، يعني بالنسبه للجلد، بالنسبه للترهلات اللي كيكونوا واللي كتظهر بشكل كبير على منطقه الجلد. وايضا كتحمي الجسم من الاصابه بفيروس الايدز، وهذا واحد الشيء اللي مهم جدا، وبالتالي كتزيد من القوة الخاصة بهذيك الأنسجة أو الخلايا اللي كتواجد في الجسم الإنسان، وبالتالي كتعمل على تقويتها من التعرض للعدوى. أما بالنسبة للجرعة اللي يمكن لنا أن ناخذها من هذه المادة، هذه لاسبيرولينا، يعني خص من الممكن أنك تناولها، هي تناول الجرام واحد من الحبوب في اليوم الواحد، ولكن من الممكن أنكم تقوموا باستهلاك هذه الكمية الكبيرة من هذه الحبوب، ولكن ما تزادش عن حوالي 20 غرام في اليوم الواحد. ومن الممكن أنكم تبدأوا بالجرعة في الزيادة بشكل تدريجي، يعني أنكم تبدأوا في الأول بوحدة أو لا بجوج، وانتم غادين وكتزيدوا في الجرعة على حسب الاحتياجات ديال الجسم ديالكم اللي غتقدروا أنكم تحتاجوها. ومن الأفضل أن هذا الاستخدام ديال هذه الجرعة هذه يكون في أول يوم تناول حبوب السبيرولينا يكون لمدة 4 أيام، يعني في مدة 4 أيام أنكم تكون وحدة أو لا جوج في النهار لمدة 4 أيام، وكتبقاو طالعين بالتدريج وانتم كتزيدوا، ولكن في حال سبق وذكر ما تفوتوش 20 غرام في اليوم. وختاما البنات، فهاد لاسبيرولين هذه كتجي على اشكال عديده جدا على حسب الشركات المنتجه، فكاين كما قلت لكم اشكال عده، كاين بحال هاد العبوه هذه، كاين هذه كما كتلاحظوا، كاين في احجام عديده بالنسبه على حسب الامكانيه ديال كل واحد. تقدروا تاخذوا هذه الكبيره، يعني كتقام ناقصه الثمن، هذه فيها 240 حبه، كاينه واصله حتى ل 700 حبه. فانا كما قلت لكم البنات، انا بديت كنشربهم، يعني انا كملت هاد 60 حبه هذه كما كتلاحظوا، كما هو واضح في الشاشه، فهي انا ساليتها، فكتجي على هذا الشكل، هذه كتجي مرفوقه بواحد القطن للحمايه ديالها، وكتجي فيها هاد اللعيبه هذه. فالبنات كنتمنى انكم تكونوا يكون هذا الفيديو يعني فادكم، وانكم تجربوا تنتوما هاد ماده لاسبيرولين هذه. وما تنساوش دائما البنات تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس ولي لايك البنات، وكنتمنى انكم تكونوا دائما في احسن الاحوال. الى اللقاء في فيديو قادم.